واحد بيقول أنا فلان وكتب اسم من كنيسة الأنبا باكونس في سيدني أستراليا، ما الرسالة التي تعطيها لأبنائك البنات؟ لأنه اللي بعتك بقوله، ما الرسالة التي تعطيها لأبنائك البنات الذين متحيرين لغة السبنوية خالص؟ ما الرسالة التي تعطيها لأبنائك البنات الذين متحيرين في الزواج بعد سن 30؟ حكاية الزواج دي أحوال شخصية، يعني أنا ما أقدرش أدي فيها رأي، دي مسألة شخصية بيحطوها في قوانين الأحوال الشخصية. هل البنت عايزة تتجوز ولا مش عايزة تتجوز؟ هل فاتها سن الزواج ولا ممكن أنها تتجوز بعد 30؟ دي مسألة شخصية يريد يخش فيها أب الاعتراف، لأن ربما النصيحة اللي تقال لبنت من البنات تكون غير النصيحة اللي تقال لبنت أخرى. ظروف دي غير دي ونفسية دي غير دي لأخذ.